ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهر شريط فيديو تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقال وهو يحذر المستهلكين من نوع من المورتاديلا أو لينشون، وهو يفرز كمية كبيرة من السوائل ما إن يقوم بالضغط على العبوة، وحذر البقال المواطنين من هذه المنتوجات، في حين قال نشطاء أن هذا النوع من المواد الغذائية مضر بالصحة وليس فيه فائدة غذائية إلا بعض السموم التي تخرب الجسم، زيادة إلى المواد الحافظة التي تسبب مخاطر مع مرور السنين. كل غلاد وني وين غز ارتدي الترارة وغلاد توت الدورة ديال غز الدرام شوف ها عند بطاير ها ها شوف هاي الزغلة ذا 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 ونشكية مشكلة مقرنة السوق غاية بالخصوص هنا حاجة ورسكينة ورسكينة استيزة ها؟ ناكدة حاجة ورسكينة ورسكينة استيزة ما هداك هداك بريد غانا تخيطة شيخ صافة المهم ما باش تعرف تصمت المصر يقول لهم الجد هذا بالنسبة للانشول الخر راه فيه الديفو هذا راه مشكلة كبيرة هذه هذا منتوج ديال جودة ها انتم ما تبقى لها المنتوج ديال جيدة ها انتم الاخوان ها باكي هي مسدودة شتيها ها هي احنا غنحلوها قدامكم مباشرة ها شوفوا الاخوان ها هذا لانشون ديال صحاب الجودة هاو ها التاريخ اللي فيه باش تعرفوا باش اللي كان عنده هذا التاريخ يكون منه على بال الكاسيدي 26/10/2020 26/10/2020 هذا هو المنتوج اللي جابت الجودة الاخر ديال لانشون انا دابا عيطت على الشيفور نحك فيه الميساج ونتمنى وجه الاخوان يردوا البال مع هاد لانشو هذا يلا شكرا لكم نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك اخبار يومي